السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا هنا أو هنا المود لواحد الكار سميتو مرسيدس بنز ترافيكو اكس 2020، يعني نسخة جديدة منه. غادي نقوموا بفك الضغط عنه كما كتشوفوا معايا دابا، وغادي نلوحو يعني هذا المود هذا. غادي نديرو ليه يعني المراجعة والتجربة والشرح، يعني كيفاش تلوحوا في الجيم وكيفاش تاكتيفي الى اخره. اتمنى الشرح يعجبكم. كنمشيو للمود مانجر كما العادة، ها هو الكار، ديروا ليه اكتيفي فعل المود. شوف دابا الجيم، غنمشيو غنشريو دابا الكار. غادي نضغطو هنا وغادي نضغطو هاد البارتي هنا، وها هو الكار. غادي نعدلو عليه هو الاول، نشريوه. اختارو شي صباغة، اختارو البناوات هنا، لا كابين، لا كابين مزيانة شنقي، كونفيرم، نشريوه، نديرو في شي كراج في شي بلاصة هنا، تم الشراء بنجاح، ترك مانجر باش نمشيو نصوبوه، ها هو شريناه، نخولوه. هذا هو الكار ديالنا الدراري اليوم. هذا الكار ما عجبونيش فيه بزاف ديال الحوايج، كما يعني كما كتشوف الباربريز والجاج ديال الكاميو، الجاج ديال الكار كما كتشوفو معانا. الا درنا الكاميرا او المنظور اثنان، كتشوف يعني الضوء منخفض في الجرافيك ديال الجيم، ولكن داخل الكار كيبان لك كثرة الاضاءة وداكشي. هادشي هاد المشكل هذا رقم واحد من الكار. والمشكل الثاني هو فاش كتشعل دابا الضوء كيطلع هاد البارتي هادو، كيطلعو كتطفي الضوء كينزلو هاد البارتيات هادو. على بركة الله نديماريو. الخريطة ديال رومانيا فيها الظروف في بي اس في بعض الأماكن، يعني تقدر ينزل لك الفي بي اس من 60 حتى ل 30 ولا حتى ل 20 على حسب الكمبيوتر اللي عندك والكاليتي اللي كتلعب بيها. قرب نوصلو، نشد الفرانات، ونمشيو حنا هنا غينزل، غيكون واحد الطرق في بي اس بسبب يعني لي تيكست لي دارو هنا، يعني ما كومبريساوهمش مزيان. المهم ما علينا، هو نوصلو هاد الكهرباء للمحطة. ان شاء الله الى لقيت كيفاش نصوبو عليه شي سكين ان شاء الله، ومن هاني تنديرو عليه شي دورة الا لقينا كيفاش ندخلو ليه ان شاء الله. والله نطلبو من الدراري يعني المصممين ديالو باش نصوبو عليه شي سكين وشي حاجة. ندخلو دابا المحطة،
نحكيو نبلاصيو. هذا هو القرض منه، أتمنى يعجبكم هذا الشرح هذا ودمتم سالمين وإن شاء الله بخير قريبا.